معنا من دبي الأستاذ رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد، يعني بداية نرحب بك ونبدأ بتقييمك لتأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة على أسواق الأسهم والذهب والنفط. حقيقة مكتوم كان القرار يوم أمس من الفيدرال الأمريكي، يعني جاء بلهجة تشددية واضحة، على الرغم من أنه كان في عندنا تثبيت لقرار لأسعار الفائدة عند مستويات 5.5%، ولكن ذلك تبعه أيضا تأكيدات على نوايا الفيدرال الأمريكي بأنه يكون في عندنا رفعات. عندنا أكثر من 12 عضو بلجنة الفيدرالية المفتوحة ألمحوا على احتمالية أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة خلال العام 2023 مقابل 7 أعضاء، بأن لا يكون هناك رفع بأسعار الفائدة. أعتقد هذه النظرة التشددية مع إبقاء أيضا تمديد فترة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا في الولايات المتحدة الأمريكية أعطى جو من في السوق بشكل عام أن الفيدرالي متجه إلى سياسة تشددية مستمرة، وذلك قد يضيق الخناق على النمو الاقتصادي. وفي نفس الوقت رأينا الدولار الأمريكي يتفاعل بالإيجاب بالارتفاع أمام سلة العملات الرئيسية بشكل واضح خلال التعاملات يوم أمس، واستمرت حتى تعاملات اليوم، وأيضا كانت تحت الضغط عن معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية. المؤشرات الثلاثة الرئيسية داو جونز وناسداك واس ام بي 500 حتى الآن يعني تحت ضغط واضح، بنتيجة أنه نحن عم نرفع تكلفة الاقتراض وإبقاء كلفة الاقتراض مرتفعة على الأفراد وعلى المؤسسات، وذلك من شأنه أن يعني يدفع بالتضخم نحو المستهدفات التي ذكر الفيدرالي يوم أمس بأن التضخم لا يزال هو هدف بالنسبة للفيدرالي عند 2% أن يوصله إلى هذه المستويات. البروجيكشنز أو التوقعات لا تزال أنه يصل إلى 2.3% بنهاية تعاملات 2024، وهذا يعني ترجمته الأسواق حقيقة في قوة للدولار الأمريكي وضعف في أسواق الأسهم الأمريكية إجمالا. نعم، يعني أستاذ رائد، كيف تتوقع أن تتعامل الأسواق مع سياسة التشدد النقدي التي من الواضح يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر فيها حتى عام 2025؟ يعني واضح تماما أن الأسواق تلقت هذا الخبر يوم أمس بضعف واضح وتراجعات بالجملة. رأينا الداو جونز يتداول عند مستويات 34,140 حاليا، ومن المتوقع أن يواصل المزيد من التراجعات في الفترة القادمة. الآن عندنا توقعات بأن يكون الرفعة القادمة لأسعار الفائدة ممكن أن تكون في شهر نوفمبر العام الجاري، وبالتالي الأسواق ممكن حتى هذا الموعد تشهد ضغوط نوعا ما بالاتجاه الهابط، لأنه بشكل غير مباشر أنت عم تسبب يعني رفع تكلفة الاقتراض على هذه المؤسسات، يعني انخفاض أدائها ونشاطها التصنيعي، وبالتالي المستثمرين في الأسواق ترجموا هذا الأمر بشكل مباشر بعملية تخارج واضحة في هذه الأصول ذات المخاطر المرتفعة في أسواق الأسهم. ورأينا بعض التراجعات خصوصا على قطاع التكنولوجيا بشكل واضح، فأعتقد من هنا حتى يعني خلينا نقول الأسبوع القادم سوف تستمر موجة الهبوط والضغط في الأسواق إلى أن تأتي بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية تظهر أنه في عندنا أداء إيجابي. أعتقد الأداء الإيجابي هو الذي يعكس حقيقة الرغبة أو يعزز رغبة بالمخاطرة لدى المستثمرين ويعودون مرة أخرى لأسواق الأسهم في عمليات شراء. أعتقد أنه رح يكون في عندنا موجة الهبوط ستستمر حتى نهاية تعاملات يعني الأسبوع هذا ومطلع تعاملات الأسبوع القادم. ممكن في منتصف الأسبوع نبدأ نشهد عودة مرة أخرى للصعود التصحيحي على أسواق الأسهم إجمالا، ولكن اللكنة كانت واضحة يوم أمس. نعم الأستاذ رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.